السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع مهمته تلخيص الأبحاث العلمية. ممكن يكون عشان تعمل بحث محتاج تقرا 500 بحث، فهو هيلخص لك الأبحاث ديت بحيث إن أنت تستفاد من الوقت بتاعك، والبحث اللي تحس إن هو قوي أو قريب من الرسالة بتاعتك أو مفيد ليك ده بس اللي تركز عليه، وده اللي تقراه بتمعن شديد. فبيقول لك بس ارفع ملف البي دي اف، والناحية التانية نروح حاطين لك الملخص بتاع البحث بتاعك.